التجول في عقول الرجال. أنا في رأيي أن الكلمة هذه اللي قالها هي اختزال جميل جدا. تخيل أنت كتاب من 200 ورقة في تخصص معين يكتب عالم ولا مثقف ولا قارئ، هو في الحقيقة يعني خضع كل معلوماته في هذا التخصص والله في هذه الزاوية من هذا التخصص وعكف عليها وخضع المراجع وخضع المؤلفات ودقق وكتب ثم راجع ثم عطى ناس تراجع، يعطيك يعني عبارة عن 200 ولا 300 ورقة هي خلاصة الخلاصة. فأنت تختصر على نفسك كل الزمن اللي خضاه هو في القراية والتدقيق والطلب وكذا، عطاه لك في جلسة أنت ممكن تجلسها في يوم ولا يومين تأخذ هذه الخلاصة. هذا نظريا يعني الموضوع، وإلا لو جيت أنت في التطبيقات العملية فأنت توا أن كل النجاح يمر بالقراءة، كل أمور النجاح. يعني مثلا خلينا نأخذ بعض الأرقام اللي نبدو بها بش ما نبدوش النظر واجد. كويس. توا مثلا أنا درت بحث سريع طبعا قبل ما نجي هناي على إصدارات العالم في الكتب، وانت تعرف ان القراءة هي ردة فعل للكتابة، يعني لو ما كانش في حاجة مكتوبة ما عندناش ما نقرأ نحن، تمام. فخلينا نبدو بالتأليف. التأليف حاليا في سنة 23 أكثر دول العالم إصدارا للكتب هن بالترتيب الصين، بعدين أمريكا، بعدين بريطانيا، بعدين روسيا، بعدين الهند. طبعا دول عظمى، دول هن حق النقد في الأمم المتحدة، دول تجارية، دول ضخمة بالنسبة لعدد السكان زي الصين والهند، دول متقدمة. أمريكا أصدرت في سنة 2023 300,000 عنوان في سنة 2023. 300,000. في العام اللي فات. سنة هذا لو حبيت أنت تعرفه هذا هل هو رقم كبير ولا رقم صغير ممكن أنت تقارنه بش يتبين لك. الدول العربية جميعها في سنة 2023 أصدرت 70,000. 70,000 مقابل 300,000. 70,000 ل 23 دولة مقابل 300,000 لدولة هي مسيطرة على العالم في الوقت هذا.